هو النقاش اللي كاين، هو النقاش اللي كاين، كاين ما هو التطبيق، واش المادة 100، ما هو الموضوع ديال التطبيق، واش المادة 257 من القانون المسطرة الجنائية اللي كتعطي المحكمة النقد بناء على طلب السيد الوكيل العام إحالة الملف على الأسباب الأمنية على جهة على محكمة من المحاكم. وكاين الظهير المنظم للمجلس الأعلى وخاصة المادة المادة 49 فيه اللي كتقول بانه تنص على واحد مجموعة على الضمانات وكتنص على شكون خصو يقدم الطلب. طرحنا السؤال على المحكمة واش الظهير ديال 57 تم إلغاؤه. حنا عندنا واحد المادة 753 قانون المسطرة الجنائية كتقول بأنها كتلغى واحد الفصل من ذاك الظهير كله ماشي جميع الفصول. فكاين هذا النقاش واش خصنا نطبقوا قانون المسطرة الجنائية أو خصنا نطبقوا الظهير. إلا طبقنا قانون المسطرة الجنائية ما فيش المسطرة، الظهير فيه المسطرة. تيقول بأنه إلا صدر إلا الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى اللي خصها تكون من الرئيس ورؤساء الغرف، في قانون المسطره الجنائيه كاين الغرفه الجنائيه فقط، ولكن في الظاهر كاين الرئيس. تتقول الى صدر قرار في اطار ما يسمى بالامن العام يجي للاطراف اي للطرف الثاني اللي هو المتهمين الحق في طلب في التقديم بطلب تعرض بمذكره الى الاطراف. معناه ايش؟ معناه ان الحكم الذي تصدره محكمه النقد ليس نهائيا، خصو يتبلغ للاطراف المتهمين، والمتهمين تعطيهم اجل ديال 10 ايام الى طعنوا فيه بالتعرض مزيان، ما طعنوا فيه عاد ينفذوه. هما ما داروش هذه المسطره، غير صدروا القرار ونضوا جابوا المتهمين وهزوهم وجابوهم، مسوا بحق من حقوق الدفاع وهو حق الطعن، حق المرحله الثانيه، واعتبرنا ان هذا الشيء مس حقوق الدفاع. ولكن قلنا ان هذا غير مجرد راي قانوني. انتم المحكمه لانه المبدا في الفقه ان القاضي هو اللي كيحمي المتهم، هو الضمان الاساسي للمتهم. لانهم انتم في اطار حمايه حقوق الدفاع قولوا لنا واش هذا واش تم خرق ولا ماشي خرق. المساله الاخرى اللي قلنا اليوم في الظهير المنظم من المجلس الاعلى 1957 كتقول بان وزير العدل هو اللي كيقدم الطلب، كيامر الوكيل العام، الوكيل العام يقدم الطلب. قلنا اليوم دابا الوكيل العام هو اللي كيقدم الطلب، ولكن شكون كيدير التقييم السياسي للوضع الامني؟ ما يمكنش يديروا القضاء. الوضع الامني وضعيه سياسيه. انا من حيث كنمشي لواحد البلاد وكندير تقييم وكنعطي فيه راي سياسي لانني سياسي. القضاء بما فيه النيابه العامه لا يحق لها وليس لها القدره ولا الامكانيات باش دير تقييم سياسي. اللي خصو يدير التقييم السياسي هو الوزير، ويقدم طلبا الى الوكيل العام اللي هو رئيس النيابه العامه دابا اللي كتقدم طلب الى غرفه الجنائيه من المجلس الاعلى. هما ما داروش المساله، جا الوكيل العام وقدم طلب وطرح المشكل القانوني. دابا عندهم للمحكمه صدد النظر لاتخاذ قرار في الموضوع. طلبنا بطلان قرار الاحاله او طلبنا يقولوا بعدم الاختصاص، هذاك شغلهم. حنا ضعنا اليوم المشكل لان حتى حنا كمحامين لا انا ولا سيد النقيب عندي خلاف مع سيد النقيب الجامعي في هذه النقطه حول القيمه القانونيه ديال هذا الدفع. قلنا هذه وجهه نظر نطرحها للمحكمه والمحكمه تعطينا وجهه نظرها.